ماتش مهم. اتاسف عشان نخلص البرنامج. اتاسف عشان احنا الاذى. انا على فكره انا زعلان منك بحاجه واحده. بص انا ما بحبش بقى شايل حاجه جوايا. برضه انا زعلت منك ان انت بتطلع مع كابتن مع ابراهيم فايق بتقول له انا مش هطلع معاه في الاستوديو. انا اتصدمت. انا انت عارف اللي وصل لك يا كابتن. لا يا حبيبي ده قبل المحاضره الفيديو جالي قبل المحاضره. ده بيسخنوك يا كابتن قوي على ابراهيم. طب ده مين بقى اللي وصل لك ده كابتن؟ اللي بعتها لي بقى. انت قلت كده اصلا. انت معاك يا كابتن رضا انت معاك تليفوني كنت ممكن تكلمني. اكلمك ازاي وانا في المحاضره؟ ده انا ده تنحرق المحاضره. اتكلمني اتحرق. هيما كابتن رضا الكبير انا بحبه هو عارف جدا على فكره. ده الواحد اصلا ما صدق ان في وجوه جديده دخلت الارض الملعب. وهو امبارح لو انت يا كابتن لو قالوا لك اللي هو اللي وصل لك سخن لك ده شوف بعد ماتش الاهلي انا قلت ايه؟ قلت لهم كابتن رضا لما ركز عمل شغله وابتدى. لا 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 لا, لا انا ما بركزش. بص طب اقول لك على حاجه. ده انا امبارح حركت اكتر من الماتش اللي فات. لا انا ما شفتكش بتهرج خالص. لا لا يا حبيبي انت بص بقول لك ايه اتاسف عشان نخلص حبيبي يا كابتن رضا انت اخويا الكبير وانت عارف انا بحبك. ماشي حبيبي يا كابتن رضا ربنا يخليك. بكره هيما ان شاء الله.